اليوم ضيفنا الكريم المعلم البارز الأكاديمي المتميز الباحث الحقيقي الذي يتجول كل العالم بإسهاماته الأكاديمية الثقافية الأستاذ الدكتور محمد صناؤلا الندوي. وأنا أرحب بكم جميعا إلى هذه المنصة الأكاديمية الثقافية والعلمية، وأرجو من زميلي وأستاذ مشارك من قسم اللغة العربية لكلية مدينة العلوم لأن يتشرف بكلمة الترحيب. عليك أن تفتح الميكروفون أولا أستاذ محمد بشير. لا نسمع، عليك أن تفتح الميكروفون. عليك أن تمام. والآن تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيا أحبتي في هذه الساعة الطيبة أرحب بجميعكم إلى هذه الجلسة المباركة. فنبدأ بإذن الله تعالى برنامج اليوم الثاني. فعندنا إنجازات قيمة وانطباعات عالية من المشاركين والحاضرين لليوم الأول أمس. فأسرة مدينة العلوم في سعادة عظيمة أن تستضيف هذه الندوة الافتراضية، دورة تدريبية لتطوير المهارات للمدرسين، مدرسين اللغة العربية خاصة. فاليوم معنا ضيفنا المحترم الأستاذ الدكتور محمد سناؤلا الندوي من جامعة أليغر. فكما أشار إليه الأخ الدكتور صابر نواس المدني، إن الدكتور محمد سناؤلا الندوي أكاديمي شهير في الهند، فإن هذا الجيل يتشرف بوجوده من بينهم، فهو كاتب كبير، وإنه ألقى محاضرات قيمة في مختلف جامعات العالم. فهذا هو سبب غيبت أسرة مدينة العلوم عن حصلت على ضيف كريم مثل الدكتور محمد سناؤلا الندوي، فإني أرحب به ترحيبا حارا إلى هذه الجلسة المباركة. والآن رئيس هذه الجلسة الأستاذ المشارك في كلية مدينة العلوم العربية الدكتور تيك يوسف أبو بكر، هو كاتب مشهور والمدير الأكاديمي للكلية ومرشد للباحثين، فإنه يكون رئيسا لهذه الجلسة. وأقول لضيفنا الكريم الدكتور محمد سناؤلا الندوي، إن أمامك كثير من الآذان الصاغية والمشاركون الكثيرون من داخل الهند وخارجها ينتظرون كلامكم، فلا أطيل كلامي. أرحب جميع الضيوف وجميع المشاركين إلى هذه الجلسة المباركة، والله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرجو من فضيلة الأستاذ
الدكتور الصحفي الكبير الكاتب المرموق الدكتور يوسف أبو بكر المدني لأن أنس هذه الجلسة. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أفصح الرب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، ولا يخفى عليكم أنه قد جرى كثير من البحوث والدراسات باستخدام تقنية المعلومات في مجال التربية والتعليم، ولكن من جراء الجاهية الجديدة فقد فتح لنا الباب الجديد آفاقا جديدة لاستخدام هذه التقنية في مجال التربية، حتى سنح لنا فرص عديدة لعقد الندوات الافتراضية والمؤتمرات الدولية عن البعد عبر الشبكة الدولية، حتى استفدنا كثيرا جالسين في مجالسنا وماجسين في بيوتنا من معلومات العلماء وعبقرية الأساتذة ومهارات الأكاديميين المشهورين في العالم. أيها الأحبة في الله، نحن الآن في اليوم الثاني من هذا البرنامج الذي عقد لتطوير المهارات للمدرسين، وموضوعنا المناقشة اليوم هذا هو التمكين الفكري للطلاب، يعني intellectual empowerment of students. intellectual، أن كلمة intellectual لها معاني عديدة وتعريفات جمة، ومن أهمها أنها استخدام القدرة الفكرية لحل المشاكل العقدية. وحسب هذا التعريف نرى أن نيوتن هو قد وصل بفكره إلى قانون الجاذبية، وأن العالم الكبير أينشتين قد وصل بفكره إلى قانون النسبية، وهكذا نرى كثير من المفكرين. وعلى سبيل المثال يمكن أن نقول المفكرين من المعلمين، من الأساتذة، من العلماء، من الخطباء، من الكاتبين والمؤلفين، ومن السياسيين والصحفيين والأبكريين وهكذا ذلك. ولكن إنما نعقد هذا البرنامج نحن نستهدف كيف أننا أيها الأساتذة في كل عام نحن نخرج أعدادا هائلة من الطلبة هايزين شهادات كبيرة، ولكن هؤلاء الطلاب لا يحملون أي فكرة، لا يحملون أي نظرية، وأنهم لا ينهمكون في إنتاج الفكر. لذلك أن دولتنا تنفق كثيرا من الآلاف من الروبيات من أجل التعليم والتربية والتعليم، ولكن النتيجة لا يوجد في الساحة الدولية. لذلك نحن خطوة يسيرة في هذا المجال، لعله يكون هذا وصبة كبيرة في المستقبل. وعندما نناقش هذا الموضوع قد بفضل الله يشارك معنا الأستاذ الكبير الدكتور محمد سناولا الندوي للمشاركة لهذه الندوة الافتراضية. وأن حسب معرفتي وأن هذا العالم الكبير أن محمد سناولا الندوي وهو ماهر في هذا الفن، حتى وأنه لا مثيل له في خدماته في الكتابة والتأليف، وكذلك في مساهماته في مجال الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية، وكذلك في إنجازاته الجبارة في العلم والمعرفة. أنا ولا أطيل عن كلامه عنه، ولكن أدعو الله الكريم أن يوفقه مزيدا من القوة والقدرة لخدماته الجليلة في مجال العلم والمعرفة. وأنا جد مسرور ومعتبر، وقد تشرفنا بكل سعادة بموافقته للمشاركة لهذه الندوة. وأنا أرجو من فضيلة الشيخ أن يتشرف بكلماته، فليتفضل مشكورا. ولكم الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. إخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بادئ ذي بدء أتشرف بتقديم جزيل الشكر والامتنان لجميع من قام على هذه الندوة الافتراضية إدارة وتنسيقا وتعاونا ماديا ومعنويا في هذه الفترة المعينة من الوقت الذي عمت الدنيا جائحة قلما وجد لها مثيل في الماضي، ولكنها في نفس الوقت فتحت لنا أبوابا جديدة للتواصل العلمي وسواه على المستوى العالمي. فالشكر موصول للجهات المتعاونة في تنسيق هذه الندوة الافتراضية وفي مقدمتها المنسق الأستاذ الجليل صابر نواس الذي اتصل بي وعرض علي فكرة الانضمام إلى هذه المنصة التي تضم عدداً لا بأس به من خيرة الأساتذة والأكاديميين من مختلف الجامعات الهندية وسواها. وما كان لي ما كان مني إلا أن أرحب بهذه الفكرة التي أتاحت لي فرصة اللقاء معكم والحوار عبر الأثير في بعض الركائز من موضوع علمي يهمنا جميعا. والموضوع العلمي هذا هو مرتبط جزئيا بما نسميه الاقتصاد المعرفي. فالتمكين الفكري للمتعلمين على اختلاف درجاتهم المتفاوتة، هذا التمكين الفكري جزء من رأس المال الفكري، ورأس المال الفكري جزء من الاقتصاد المعرفي. والاقتصاد المعرفي من أهم ما يدير الإنسان في جميع الأزمنة والأمكنة. ما هي الميزة الأساسية للإنسان؟ الإنسان كائن بيولوجي، هذا واقع، ولكن في هذه الميزة أن الإنسان كائن بيولوجي هناك قواسم كثيرة هي مشتركة بين فصائل الحيوانات، فكل موجود حي له كينونة بيولوجية. فلا يكفي الإنسان مجرد أن يكون كائن بيولوجي. إذن هو كائن بيولوجي له حيثيات عديدة. علاوة على هذه الحيثية الأساسية يعني الكينونية البيولوجية،
ومن أهم ما يتصدر هذه المنصة من المزايا والخصوصيات التفكير، الوعي. فالوعي المعرفي هو أهم ما يميز الإنسان من الفصائل الأخرى التي تشترك في ميزة الكانونات الوجودية. ومن هنا إشارات إلى القرآن الكريم، إلى تعليم الإنسان، تعليم بني آدم، كيف أن الإنسان علمه الله، كيف أن آدم علمه الله الأسماء. تعليم الأسماء هي البذرة الأساسية لمملكة المعرفة. فمملكة المعرفة تتشكل من عناصر يتصدرها الوعي، يتصدرها التعليم، يتصدرها التعلم. والمدخر المعرفي، الوعي المعرفي، عندما يمر من مراحل متعددة ويصل إلى مرحلة التأسيس، يعني تتم عملية التأسيس، تتحول إلى مؤسسة. فبعد هذا المؤسسة تظهر أمامنا ظاهرة الاقتصاد المعرفي. فالاقتصاد المعرفي، المعرفة عندما تتحول إلى نقلة نوعية مؤسساتية نسميها الاقتصاد المعرفي. وجزء من الاقتصاد المعرفي هو رأس المال الفكري. رأس المال الفكري، وهل يمكننا أن نتصور أي أمة في غياب هذا المنحى أو هذا الجانب الهام الذي هو جانب رأس المال الفكري؟ فالوجود رهين، رؤوس الأموال منها مالية، منها فكرية، منها ما هو مرتبط ما نسميه. فرأس المال الفكري، يعني في المرحلة الأولى هناك الاقتصاد المعرفي، وفي المرحلة الثانية هناك رأس المال الفكري. ولا حياة لأقوام ولأفرادها في أي مرحلة من الأعمار كانوا، في مرحلة الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، وفي أي طور مهني كان، المجتمع لا يخلو من رأس المال الفكري، intellectual capital. هناك ننتقل إلى مرحلة مباشرة تفاجئنا بأهميتها وارتباطها بهوية الإنسان، بميزة الإنسان. ميزة الإنسان الذي هو كائن حي، والذي هو كائن عاقل. إذن هناك ارتباط بين الحياة والعقل. فالإنسان موجود حي وعاقل. وقديما قيل، عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يعني حيوان عاقل. تعريف الإنسان بالحيوان الناطق هو يسترعي انتباهنا في هذا المجال. فعندما يعني فيما يخص تمظهرات رأس المال الفكري في المجتمع وفي كافة أفراد المجتمع، نجد ظاهرة هي ظاهرة توأمة الفكر والتعبير. إذن الوعي المعرفي أو الإدراك، القوة الإدراكية
التي هي متعلقة بالحسيات في ما نسميها كينونة الإنسان، هذه القوة مرتبطة بالتعبير. إذن الفكر والتعبير توأمان، يعني ما يصادفنا هو الفكر والتعبير باعتبار أنهما جانبان لعملة واحدة أو توأمة الفكر والتعبير. فالفكر عندما يكون مجردا من التعبير لا يكون له إلا وجود ربما أسميه ميتافيزيقي، يعني الوعي المجرد. والوعي المجرد عندما يدخل في حيز المحسوس، فإن الجسر الذي نجده هو جسر التعبير. فالفكر والتعبير توأمان، ظاهرة توأمة الفكر والتعبير. متى يجد الإنسان هذه الظاهرة أو هذه الخصوصية في وجوده؟ طبعا هذه الخصوصية كامنة في وجود الإنسان، أو أنها جزء لا يتجزأ من الكينونة الإنسانية، الكينونة البشرية. أين توجد هذه الظاهرة ومتى توجد؟ هذه الظاهرة توجد في بدايتها، في أول أمرها، فيما يسميه هي العلماء بالمعجمية الذهنية. فهناك معجمية ذهنية mental lexicography، المعجمية الذهنية. طبعا الذهن الإنساني يدرك الأشياء، والذهن الإنساني هذا يدرك الأشياء في جميع مراحل العمر. وهذه القوة قد لا تكون نشيطة جدا، فعالة إلى درجة كبيرة جدا في مرحلة الطفولة، ولكن الطفل أيضا يدرك. فهذه الخاصة، هذه الخصوصية موجودة في الأطفال. إذن الذهن الإنساني يدرك. تصور أمامك مولود وأنت تبتسم في وجهه، أو تسميه هاي، أو تبتسم في وجهه، يعني ما هو التجاوب؟ ما هي نوعية التجاوب التي تجدها من هذا الطفل، من هذا المولود؟ هو قادر يبتسم. إذن الابتسامة مقابل الابتسامة، هذه الابتسامة ليست صفراً، إنها ترمز إلينا المعاني، الكثير من المعاني. ووراء هذه المعاني هناك قوة موجودة في الذهن، قوة الوعي وقوة التعبير. فهناك ويعني هذا ما نسميه المعجمية الذهنية. فذهن الإنسان، ذهن الطفل، ذهن المولود يتفاعل، يتجاوب مع الظواهر الخارجية والداخلية أيضا، ويكون مدخرا من المعاني والتعابير، يعني آلية التعبير أيضا. ماذا يحصل فيما بعد؟ يعني هذه الموهبة موجودة في ذهن الطفل عندما يولد، أو ربما قبل ما يولد. الوضع الخارجي يتحول إلى عامل فعال لدفع عجلتي هذه السيارة، يعني المحرك الأساس هنا هو الآخر، الخارج الذي يتجاوب معه الذهن، مهما كان ذهن الطفل أو ذهن الشاب أو ذهن الشيخ. فالذهن الإنساني
أو الإدراك الإنساني الوعي الإنساني ينمو ويستثمر قوته مستمر في نموه بعوامل خارجية ومن هنا ولادة المعاني في الذهن. كيف تظهر هذه المعاني في الذهن؟ إلى الخارج. المعاني عندما تكون قابعة في الذهن فإنها ربما تكون يعني شبه ميتافيزيقا، يعني ما وراء الظاهر، غير مدرك، غير معبر، مجرد، يعني نصفه بالتجريد. وآلية التعبير، وفي اللغة الصوت، الصوت اللغوي، وبعد الرموز في سياق نظرية السيموتقية، يعني عبر هذه الآلية تتحول المعاني إلى مسموعات أو مرسومات منقولة إلى أذهان الآخرين. ففي البداية إنها كانت قابعة في ذهن الطفل، في ذهن المتحدث، ولكن عندما بدأ الطفل يتحدث، بدأ المتحدث يتكلم ويحاول أن يلمس، أن يجد تعابير أو آليات للتعبير، كلمات، أصوات، رموز وما إلى ذلك، فإن هذا الآخر هو يقوم بتشفير هذه الآلية، هذه الرموز. إذن هناك عمليتان، عملية التوليد وعملية التعبير وعملية التشفير. فنحن أولاً نولد، أولاً مرحلة التوليد، وبعد ذلك مرحلة التعبير، لأن المعاني التي لم نعرب عنها هي قابعة، هي كامنة، هي موجودة في الذهن ولكنها غير ظاهرة. ففي مرحلة التعبير هي تنتقل بنفسها إلى الآخر، إلى الحيز الظاهري. ثم هذا الآخر الذي هو غيري أو غيرك أو غير هذا الطفل، هو يقوم بعملية ثالثة، هي عملية التشفير. إذن هناك ثلاث عمليات: التوليد، التعبير، التشفير. وهذه العمليات الثلاث تكون اللحمة والسدى لظاهرة الفكر والتعبير. فعندما نقول الإنسان الواعي أو العامل المعرفي، العامل المعرفي الذي هو إنسان، نعني بذلك هذه الظاهرة التي تتمثل فيها ظاهرتان، ظاهرة الفكر والتعبير متوأمتان، واللتان تشكلان فيما بعد معجمية ذهنية. المعجمية الذهنية التي نجدها متألفة من عناصر ثلاث: التوليد، التعبير، وأخيرا التشفير. عندما ننظر إلى ما نسميه ظاهرة الإنسان الواعي، العنصر المدرك، العامل المدرك، نلمس فيه خصوصيات، مزايا. من أهم المزايا في هذا السياق أنه يجد نفسه في بيئة خاصة. فالإنسان موجود في بيئة خاصة، الإنسان بكل ما فيه،
وأقصد هناك بمدخره اللغوي لمملكته اللغوية التعبيرية، ويجد نفسه في بيئة، هذه البيئة لها خصوصيات، من خصوصيات هذه البيئة من أول لحظة التكوين إلى يومنا هذا وإلى المستقبل ما نسميها بظاهرة سرعة التغيير. فكل شيء يتغير، الإنسان يتغير، الكينونة الإنسانية تتغير، جسد الإنسان يتغير، شكل الإنسان يتغير، مواهبه تتغير، مملكته اللغوية، خصوصياته المعرفية، مداركه المعرفية وما إلى ذلك كلها تتغير. إذن هناك تغييرات في ساحة الفكر، ولا أتحدث عن التغييرات في ساحة السياسة والاجتماع، لأن الإنسان موجود في ساحة سياسية واجتماعية، الإنسان لا يوجد معلقا في الهواء. إذن سرعة التغيير فكريا واجتماعيا وسياسيا من أهم ما يتميز به الإنسان إحالة إلى خصوصياته. الإنسان الذي هو عبارة عن متوأم الفكر والتعبير، لا أقصد هناك الإنسان الذي اسمه فلان أو علان، وإنما هذا الإنسان الذي هو متوأم للفكر والتعبير والمعجمية الذهنية، إنه يتغير سرعة التغيير فكرياً وسياسياً واجتماعياً. إذن يظهر أمامنا معدل هام جداً، المعدل هو ثبات المتغير الواحد، ثبات المتغير الواحد. يعني أرجو ألا تسيء ظن بي عندما أقول الثبات المتغير، يعني كيف أستخدم كلمة الثبات للمتغير؟ أنا أستخدم هذا التعبير على وعي وبصيرة. في الحياة ثوابت في الحياة متغيرات، الحياة عبارة عن الثوابت والمتغيرات، وأهم ما نجد في الحياة من الثوابت هو التغير. يعني ما لا يتغير هو التغير. علاوة ذلك، يعني باستثناء ذلك كل شيء متغير ولا يتغير. إذا ما كان هناك شيء لا يتغير إذن هو التغير. معنى ده إذن ثبات المتغير الواحد هو التغير. هذا التعبير استخدمه الكاتب المعروف البيداغوجي المعروف إيزنهارت في كتابه الذي في كتابه المعروف الذي نشر في عام 1999. إذن ما نجد أنفسنا أمامه من المعدلات الهامة، معدل هام جدا هو ثبات المتغير الواحد وهو التغيير. هذا في وجه هذا المتغير الواحد الذي هو التغيير نجد العنصر البشري والعقل الإنساني. العنصر البشري والعقل الإنساني يجد نفسه في دوامة الثابت والمتغير والانفتاح. وفي زمننا العلماء إذن هناك معدلات عدة هي أشبه بالدوامة. العنصر البشري والعقل الإنساني، يعني الوعي، ظاهرة الوعي في الإنسان الذي نتوخى من هذا في هذا المحاضرة، يعني من خلال هذا المحاضرة تسليط الضوء عليه، من خلال يعني تمكين الشباب فيما يخص يعني الفكر، تمكين الفكر للشباب للمتعلمين. إذن العنصر البشري والعقل الإنساني يجد نفسه في دوامة الثابت والمتغير والانفتاح. فنحن نجد أنفسنا في ثوابت، أمام ثوابت وأمام متغيرات وانفتاح. يجب أن ننفتح
الإنسان ليس كائنا منغلقا ومنفتح، يجب أن ينفتح. وهذا الانفتاح في الزمن الحالي هو ما أدى إلى ظاهرة أخرى، مرحلة أخرى هي راقية جدا، هي مرحلة العولمة. إذن العولمة نوع من الانفتاح. إن العنصر البشري والعقل الإنساني هذا في الحقيقة يجد نفسه الآن أمام اقتصاديات عديدة، منها من أهمها في السياق الحالي الذي يسترعي انتباهنا بوجه خاص، واقتصاديات السوق الحرة. فالآن كل شيء حر، الأسواق حرة، الفكر حر، الأدب حر، الحياة نمطية العيش، نمطية الحياة حرة، السياسة حرة، الحكم حر، يعني في سياق الدمقراطية والأنسنة humanization and democratization وما إلى ذلك. فهناك اقتصاديات السوق الحرة. من أهم ما نجد من خصوصيات هذه الاقتصاديات، اقتصاديات السوق الحرة، أنها قامت بعملية التسليع لكل شيء. إذن كل شيء مسلع، يعني كل شيء تحول إلى سلعة تجارية، سلعة تستهلكها السوق، يستهلكها الإنسان. إذن الوعي الإنساني قبل هذا الزمن ربما لم يكن في درجات عالية من التسليع والتسويق. طبعا كانت له سوق، لأن العلم له مجالات الاستخدام، وعندما يكون للشيء مجالات للاستخدام مقابل أشياء، مقابل الأشياء، مقابل يعني البديل المادي، فنجد نلبس في هذا يعني روح للتسليع. فمن أهم ما نجد أن الوعي الإنساني، الاقتصاد المعرفي الإنساني الآن أصبح إلى، تحول إلى نوع من السلعة التجارية. كما أن الإنسان بما فيه كل مقوماته، آدم أصبح تحول إلى نوع من السلعة التجارية. بل ما نجد أنفسنا أمامه الآن أننا أصبحنا عرضة للرقمنة، هناك رقمنة للإنسان، كل شيء رقمي. إذن يعني ليس هناك مثلا محمد وأحمد وفلان وفلان وفلان، وإنما واحد اثنان ثلاثة أربعة صفر وما إلى ذلك. رقمنة الأشياء، ورقمنة الأشياء نوع من التسليع. عندما يكون هناك التسليع لابد وأن يكون هناك التسويق، لأن السلعة التجارية تستهلكها الأسواق، فلابد من تسويق. إذن المعرفة أصبحت عرضة للتسليع والتسويق. أو في المرحلة الأخيرة الآن، في المرحلة الحالية من التقدم التمدني، من التقدم الحضاري الإنساني المجتمعي اليوم، نجد المعرفة تتحول، نجد المعرفة تركض بين التسليع والتسويق. هذه الظاهرة الآن هي في الحقيقة كانت نوعا من المقدمة، هذا الكلام كان نوعا من المقدمة. والآن يجب ألا يفوتنا بعض الأشياء لكي نبسط القول، لكي نمهد القول لما يعني سنختاره في الدقائق القادمة إن شاء الله. عندما نقول الفكر، ماذا نقصد بذلك؟ الفكر متألف من المعلومات
ومتألف من المعرفة. ولكن هناك فرق بين المعلومات وبين المعرفة. المعلومات وحدات متناثرة من غير أن ترتبط بعضها ببعض في سلم عقلي، سلم منهجي معرفي معروف. الذي الإنسان الذي يقتني المعلومات هو متعلم بسيط، هو ليس مفكرا، ولا يمكننا أن نلمس فيه وجها من أوجه التمكين الفكري إلا في مرحلة بسيطة جدا. إذن في سلم الأمور، في السلم المنطقي أو السلالم المنطقية المنهجية للأمور، هناك المعلومات أولاً التي تعطينا المتعلم البسيط، وهناك المعرفة. ما هي المعرفة؟ طبعاً لا نخوض في تعريف المعرفة. المعرفة عبارة عن المعلومات التي هي منتظمة ممنهجة وفق إطار فكري خاص يؤدي إلى نتائج. إذن المعلومات إذا ما كانت ممنهجة مترابطة بعضها ببعض في سلالم منطقية، في سلالم معرفية، فهي تعطينا المدخر المعرفي. وبعد ذلك ماذا نجد؟ نجد ما نسميه المتعلم المتبصر. فأولا كان المتعلم البسيط، بعد ذلك المتعلم المتبصر. لماذا أقول المتبصر وأقول المتعلم؟ لأن مرحلة التعلم لا تفوت الإنسان من المهد إلى اللهد. الإنسان يتعلم في كل مراحل حياته، فحتى البروفيسور، حتى الفيلسوف، حتى المفكر الجليل والعلامة الفحل وما إلى ذلك من النعوت التي تكثر في الكتب، هي كلهم في الحقيقة ليسوا إلا متعلمين، فقط إنهم متبصرون. لأن المعرفة تفرز أمامنا كائناً اسمه المتعلم المتبصر. كان أحد أساتذتنا يقول، وأنا يعني تلمست عليه بوجه خاص وتعلمت منه أثناء في ثقافتي التأليفية وما إلى ذلك، كان يقول لي إذا ما يعني يجب أن 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 تثابر على دراستك وتمضي في دراساتك ألا تكف عن هذا إطلاقا، ولا بد أن تستمر في يعني في تصورك كأنك تلميذ، كأنك من أبسط التلاميذ. وفي حين تصورت أو تخيلت أو سولت لك نفسك أنك بلغت الذروة من العلم أو الثقافة أو المعرفة، من هنا تهوى. يعني هي نقطة، ليس نقطة صعود وإنما الهبوط. إذن حتى المتبصر متعلم. بعد المعرفة من أين تأتينا المعرفة؟ المعرفة لها موارد ولها مرجعيات، وهناك سلالم معرفية. وعندما نقوم بتحليل السلالم المعرفية أو مرجعيات المعرفية في سياق البنى التحتية والفوقية، لأن السلالم لابد وأن تكون إما تحتية أو فوقية،
البنى التحتية هي الآليات المادية التي تعاوننا في الوصول إلى المرمى، أما البنى الفوقية فهي المعاني، فهي المعنويات والمعاني التي تدعمنا، التي تحولنا إلى عالم، إلى من يملك العلم. فالبنايات، المختبرات، المكتبات وما إلى ذلك، كل هذا وذاك ما نسميه البنى التحتية. ومثلاً الكتب، الرسائل، الأساتذة، هيئات التدريس وما إلى ذلك نسميها البنى الفوقية. فهناك موارد للمعرفة التي تنقسم إلى السلالم المعرفية، مهما كانت يعني تحتية وفوقية، وفيها البيداغوجية، لأن السلم المعرفي الذي يملكه الإنسان هو ما يعطينا ظاهرة البيداغوجية. من خلال البيداغوجية نصل إلى العلم، نصل إلى مرحلة العلم في زمننا الحالي، وإن كانت يعني هذا المصطلح هو جديد ولكن الروح كانت موجودة. فالإنسان يتعلم من أستاذ، يتعلم وفق منهج دراسي، هناك منهج للتعليم مقرر، هناك مقررات دراسية محفوظات ومناهج ومقررات وما إلى ذلك. نعم، هي البيداغوجية، على أن هذا المصطلح هو جديد. عندما نقوم بتحليل كيان البيداغوجية نجد في روحها عنصرين هامين، العنصر الأول هو التواصل، والعنصر الثاني هو التأصيل. إذن البيداغوجية في روحها عبارة عن التواصل والتأصيل. نحن نتواصل مع الآخر، من أين أخذنا العلم؟ نحن نأخذ العلم من الآخر، من الأستاذ، من الجهات المتحددة. وبعدما نملك العلم نتعلم العلم، نقوم بتأصيل بعملية أخرى هي عملية التأصيل، نؤصل. إذن البيداغوجية في الحقيقة عبارة عن التواصل والتأصيل. التأصيل هو التجاوب، تجاوبك مع الآخر على أسس ثابتة في الذهن. يعني نحن نقتبس الأفكار، تصور أننا سمعنا فكراً أو أفكاراً من ساحة، من منبر علمياً، بعد ذلك فكرت في هذه الأفكار، قمت بتحليلها والوصول إلى المغزى، ثم تكونت في بصيرة خاصة أو تكون لي رأي خاص. هذا الرأي الخاص هو الذي يمثل التأصيل. إذن في المرحلة الأولى كانت هناك ظاهرة التواصل، وفي المرحلة الثانية هناك ظاهرة التأصيل. إذن الموارد في سلالمها المعرفية التحتية والفوقية تفرز أمامنا ظاهرة البيداغوجية متمثلة في التواصل والتأصيل. بعد هذه المرحلة نجد أمامنا مرجعيات المعرفة. ما هي مرجعيات المعرفة؟ المعرفة التي نقتنيها ما هي؟ ما هي مرجعياتها؟ هناك مرجعيات عدة، والكلام في مرجعيات المعرفة يدفعنا إلى الكلام في كيف نحصل على العلم، كيف نمارس قوة إدراكنا، كيف نمارس القوى المدركة في أنفسنا للتعبير، لخلق المعاني وللتعبير عن المعاني. هناك مدرستان، مدرسة وضعية. المدرسة الوضعية أو positivism، positivist theory، هي المدرسة المادية التي تقول أن الوعي الإنساني في الحقيقة عبارة عن تجاوب الإنسان بظواهر الكون، بظواهر المادة أو الظواهر المادية، يعني الفيزيقا.
إذن احتكاكك بالفيزيقا، تجاوبك بالفيزيقا، بالظواهر الفيزيقا وتجليات الفيزيقا هي ما يعطيك العلم. يعني لا نعرف شيء، لن يكون لنا العلم إلا من خلال الإدراك الحسي، فالإدراك الحسي هو المنبع الوحيد للعلم. هذه هي النظرية الوضعية المادية، ولكن عكس ذلك نجدها في الشرق وفي الإسلام، لأن الشرق والإسلام بوجه خاص أكد لنا، أعطانا مرجعيات عدة. الإسلام يؤمن بإزدواجية المرجعيات، المرجعية العلمية. إن المرجعيات العلمية ليست أحادية وإنما هي ثنائية. من أين ثنائية أو إزدواجية مرجعية العلم؟ هناك مصدران للعلم، المصدر الخارجي والمصدر فوق خارجي، أو المصدر المادي، المصدر الوضعي والمصدر فوق الوضعي، وبتعبير آخر المصدر المادي الوضعي والمصدر الروحي أو الإلهي. هذا هو المصطلح الأخير. إذن المعرفة بين فيزيقية المصدر وميتافيزيقية المصدر من أهم ما يجابه هنا عندما نتحدث عن مرجعية المعرفة. فالرؤى الوضعية الأوروبية تتمنهج الميتافيزيقا، تتمنهج الفيزيقا، بينما الرؤية الإسلامية تتمنهج غير الوضعية، تؤمن بإزدواجية المصدر، ازدواجية مرجعيات المعرفة. يعني هناك مصدران، مصدر الأول هو الإدراك الحسي، والثاني الإدراك غير الحسي أو الروحي، وبتعبير آخر الوحي، الكتاب المنزل من الله، الدين. هناك نجد أنفسنا أمام منهجين. المنهج الأول منهج أحادي، والمنهج الثاني، والمنهج الأحادي لن يكون منهجاً متكاملاً. المنهج المتكامل هو المنهج الذي يعتمد الثنائية. فمرجعيات المعرفة بين الأحادية القطبية والتكامل المعرفي، التكامل المعرفي أو التكاملية المعرفية، مما يعتقد بها الإسلام ويفرز أمامنا كمنظومة في سياق التعليم وفي سياق التفكير. ففكرنا ليس مادياً بحتاً، لا يعتمد على المرجعيات، مرجعيات المدركة فقط حسياً، يعني ليست من مبنية على المحسوسات، وإنما تتعدى المحسوسات في منطق ومنطق، يعني يقول يؤمن بالتكاملية المعرفة. إن هذا الفكر الذي نحن بصدد تخصيبه أو تمكين الشباب منه، من مزاياه الأساسية أنه مرتبط بظاهرة خاصة في الإنسان. لا نحب الفكر السطحي أو سذاجة الفكر، ولا نحب سذاجة التعبير، فنحب أن يتوفر أمامنا عمق الفكر. من أين يأتينا عمق الفكر هذا؟ كيف نستطيع أن نحصل على التعمق في الفكر؟ لأن المتبصر، عندما تحدثنا عن الفرق بين
المتعلم البسيط والمتعلم المتبصر في الحقيقة ما نجده يميز بينهما أساساً هو عمق الفكر، وعمق الفكر مرتبط أساساً بأشياء من أهمها عمق اللغة. فالفكر العميق لابد أن يكون مصاحباً باللغة العميقة، اللغة المتعمقة. الفكر المتعمق يوجد في اللغة المتعمقة، واللغة المتعمقة تعطي الفكر المتعمق. هذا الارتباط وجودي جوهري وليس متخيل. تصور أننا تحدثنا بكلمات بسيطة جدا من أمثال الدردشة فيما بين الأحبة، دردشنا فيما بين الأحبة، مستخدم كلمات بسيطة جدا بعضها عامية من غير أن نستخدم المصطلحات وما إلى ذلك. مثلا يعني أقول شو أخبارك، وين أنت يعني، وما إلى ذلك يعني، شو مشوارك. تحدثنا بمثل هذه اللغة وبمثل هذا الأسلوب، ما الذي نجده من الفكر؟ هل هذا الفكر يمكن أن يكون يعني متعمقا؟ لا، لابد أن يعني يكون هناك يعني فكر متعمق. الفكر المتعمق لا يوجد إلا في اللغة المتعمقة. وما هي اللغة المتعمقة؟ اللغة المتعمقة هي التي تخلو من الأخطاء، من أخطاء سطحية وأخطاء متعمقة أيضا. يعني أن تكون لغتك لغة علمية، فعلمية اللغة أو كون اللغة علمية هي التي تعطيك بصمة العلم وبصمة العمق. فالإنسان الذي لا يكون كلامه متعمقا، هل نتصور من فكره سوى فكرا حشا سطحيا لا غير؟ إذن هناك ترابط بين عمق الفكر وعمق اللغة، وعمق الفكر وعمق اللغة نجد من خلالهما، يعني من خلال ذلك نجد أمامنا يعني ظاهرة الفكر السليم، الفكر العلمي واللغة العلمية. ثم الجودة، جودة الفكر وجودة المعرفة وجودة اللغة. هناك أيضا ارتباط بين عمق اللغة وجودة اللغة، لأننا عندما نصنف المناهج العلمية، المناهج الكتابية، المناهج الفكرية، فهناك مستويات، وكل هذه المستويات يعني هذه المستويات متعددة وتحيل إلى شخصيات الإنسان وخلفياتهم الثقافية ومستوياتهم المعرفية وما إلى ذلك. فلا نتصور الأمور وكأنها شيء واحد. فهناك فرق بين واحد واثنين وثلاثة، هذا الرجل وهذا الآخر، هذا العالم، هذا الفاضل، هذا الأديب، له أسلوب، له مكانة، له يعني هناك درجات متفاوتة. هل كلها متعمقة؟ ربما لا، لأننا أحيانا نتصور أن المتعمق هو في الحقيقة هو المنهج الفلسفي، يعني المنهج الفلسفي هو المنهج المتعمق، والفكر الفلسفي لن يجد تعبيرا إلا في اللغة الفلسفية، واللغة الفلسفية هي الأنسب للفكر الفلسفي. يعني العمق الفكري والعمق اللغوي شيء فوق الجودة الفكرية والجودة اللغوية. إذن الجودة هي المرحلة، هي المرحلة الأولى، وفوق ذلك يعني عمق الفكر وعمق اللغة، يعني هي المرحلة العليا. إن الفكر له مكافآت، لا شيء مجان في الحياة بما فيه الفكر. والمكافآت من أول يوم إلى الآن
هي موجودة في ذهن الإنسان، هي تاريخ الإنسان، هي جزء من حياة الإنسان، هي جزء من المجتمع. فكل شيء له مكافآت مادية ومعنوية، حتى الفكر. ما هي المكافآت للفكر؟ المكافآت للفكر كثيرة، منها مادية ومنها معنوية. الإنسان يصبح فيلسوف، يصبح دكتور، يصبح بروفيسور، يصبح إمام، يصبح مؤلف، يصبح كاتب شهير، يصبح صحفي، يصبح إعلامي، يصبح محلل سياسي، محلل اقتصادي، محلل إعلامي، مدير وما إلى ذلك. هل كل شيء بدون مقابل؟ لا، هناك مقابلات، ومقابلات رهيبة مادياً، وهناك مقابلات معنوية أيضاً. ما هي المقابلات المعنوية؟ الاعتراف، recognition. الاعتراف هو المقابل المعنوي، والكفاءات الفكرية، الكفاءات الإنسانية التي يعني كل الكفاءات التي نجدها في جوهر الإنسان لها مقابل مادي ومعنوي، وهذا المقابل هو الذي يدفع بالإنسان إلى الأمام، والذي يحرك الأشياء، خاصة في زمننا هذا. الطلبة قديماً كان أسلافنا، كان أجدادنا يتعلمون العلم للعلم فقط، يعني يكون كانوا مثقفين لأجل الثقافة. أما الآن هنا الثقافة، هناك العلم، كل شيء سلعة تجارية، كل شيء للبيع والشراء، كل حياة. إذن كل شيء للمقابل المادي والمعنوية. في الجزء الثاني من المحاضرة ننتقل إلى استراتيجية التمكين. كيف نمكن الطلبة المتعلمين، نمكن أنفسنا في ساحة الفكر؟ استراتيجية التمكين ما هي؟ تحدثنا عن رأس المال الفكري، هناك بناء يجب أن نبنى رأس المال الفكري. بناء رأس المال الفكري يتأتى من خلال مراحل، هناك عناصر عدة، هناك مكونات رئيسية لبناء رأس المال الفكري، هي ثلاثة كما أشار إليها بعض علماء التعليم. أولا التعلم learning، ثانيا التسبيب سبب يسبب التسبيب reasoning، ثالثا معالجة الرموز. ومعالجة الرموز هناك يعني ليس deciphering وإنما manipulation، وهناك فرق بين deciphering وبين manipulation. معالجة الرموز، نحن نعالج الرموز، يعني هناك التعلم وهناك التسبيب وهناك معالجة الرموز. من ظواهر معالجة الرموز عندما نقول، يعني طبعا نسمع الكلمات فنتخيل المعاني ترتسم في أذهاننا. نقول أكل زيد، معنى ذلك هناك عملية خاصة، مثلا هناك بعض المأكولات وهناك حركات خاصة يقوم بها الإنسان. ذهب زيد، عاد، خرج، وكان يكتب، وكان يضحك، وكان ينام، وكان يبكي، وكان كان يشكو الألام وما إلى ذلك. كل هذه المعاني، كل هذه الكلمات ترسم أمامنا المعاني، هي معالجة الرموز. إذن اللغة في الحقيقة عبارة عن الرموز، ونظام الرمز والترميز والتشفير، هذا ما نجده في فلسفة السيموتقية والسيمولوجية، في فلسفة نوام تشومسكي وغيرهم. إذن يجب بناء رأس المال الفكري من خلال التعلم أولاً، والتسبيب ثانياً، ومعالجة الرموز ثالثاً. وبعد هذه المرحلة نقوم بعملية تخصيب رأس المال الفكري. فكلنا نسعى، عندما نسعى لتمكين الشباب، لتمكيننا أنفسنا، لتمكين الدارسين والمتعلمين على الساحة الفكرية والرؤيوية، إنما نبغى تخصيب الفكر، تخصيب رأس المال الفكري. إن هذا التخصيب يتطلب استراتيجية خاصة.
والاستراتيجية الخاصة هذه تبنتها الجامعات والمعاهد وفق رؤاهن ومدارك وفق مداركها ورؤاها وإمكانياتها وتوفيقها من الله أو من السلطة الإدارية والسياسية. فأول ركيزة تجاهر نفسها بنفسها أمامنا هي السمات الشخصية للإنسان للمتعلم. وما هي السمات؟ السمات هي أولاً الجنس، ثانياً العمر، ثالثاً الحالة الاجتماعية، رابعاً التحصيل العلمي، وخامساً العمل الحالي. فعندما نقول يجب نفكر في تمكين هذا الشباب، هؤلاء الشباب من الساحة الفكرية، لابد وأن نأخذ في الاعتبار هذه العناصر: عنصر الجنس وعنصر العمر. فربما تمكين الفتى يختلف في بعض مداركه، في بعض المدارج، في بعض الوسائل، في بعض الأسيقة بما نتبناه في سياق الأنثى، يعني الفتى والفتاة في هذا السياق ربما يختلفان، والمعدل يختلف، والعمر. هناك استراتيجية خاصة للمرحلة البدائية، واستراتيجية خاصة للمرحلة المتقدمة، واستراتيجية خاصة للمرحلة الشيخوخة مثلا. فحتى يعني البيداغوجية اليوم نجد هناك تعليم للشباب، تعليم للأطفال مختلف تماما عن التعليم للشباب، والتعليم للشباب مختلف تماما عن التعليم للكبار، لكبار السن، ويعني التعليم عن بعد مثلا، يعني الآليات مختلفة. ولابد أن نأخذ في الاعتبار هذه العوامل: الجنس، العمر، الحالة الاجتماعية، والتحصيل العلمي، والعمل الحالي. وتمكين الشباب من الناحية الفكرية يتوقف على هذه العوامل. يعني لا يمكننا أن نرجو أن نلتمس نفس النتائج التي نجدها في إنسان بلغ من العمر 50 عاما ونمكنه في ساحة المعرفة، في ساحة الفكر. فالمعدل يختلف من المعدل الذي نتبناه في سياق تمكين الشاب مثلا، في تمكين الطفل الذي هو يعني دون 10 عوام وما إلى ذلك. والحالة الاجتماعية أيضا هامة. مثلا هناك في هذه البيئة الدينية مثلا في التعليم وفي التعلم، فالمعدل يختلف. فيما نسميه مملكة المعرفة، هناك العديد من الأشياء التي هي هامة جدا فيما يخص تمكين الشباب، تمكيننا أنفسنا فكريا. منها امتلاك المعرفة، وقد امتلكنا المعرفة، هناك يجب أن خصوصية المعرفة، امتلاك المعرفة وامتلاك ناصية المعرفة وامتلاك المعلومات هي أشياء مختلفة تماما، هي ليست مقابلات. فالمعلومات قد تكون سطحية، والمعلومات السطحية أو المعلومات المتناثرة وإن كانت كثيرة لن تجعل منك أو منا متبصرا، لأن ذلك لا يؤدي إلى عمق الفكر في غياب عمق اللغة. فامتلاك المعرفة لابد وأن يأتي من خلال بوابة واسعة جدا، ولكنها صعبة. البوابة الصعبة هي أن يمر الإنسان من خلال أمهات الكتب، من خلال المصادر الأولى للمعرفة. فنحن نعرف أن هناك مصادر أولى ومصادر ثانوية، primary and secondary sources. ما نفعله في الغالب؟ حتى الكبار منا
هم يعني غير مطلعين على أمهات الكتب، على المصادر الأولى. يا ليت شعري، لا أتصورش إنسانا متبصرا في موضوعه إذا ما كان استقى جل معلوماته أو كلها من المصادر الثانوية، المصادر التي ألفها فلان وعلان. تصور أننا نتحدث عن الأدب العربي القديم أو الأدب العربي الحديث، ولم نطلع على يعني أسلافنا، على أدبيات أسلافنا، لا نعرف من هو المتنبي ولا بفراش الهمداني، من هم أصحاب المعلقات وأصحاب المجمهرات، ومن هم شعراء السعاليك، من هم النقاد في الـ يعني في العصر، في العصر العباسي، من هو الجاحظ، ومن هو يعني ابن العميد والصاحب ابن عباد وفلان وعلان. نعم، كل هؤلاء لا نعرف، نتحدث عن الفكر الفلسفي ولا نعرف من هو، يعني لم نطلع، لم نقرأ كتب مثلا الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وهؤلاء. إن أحد المعلومات تكون سطحية، والمعلومات السطحية لا تجعل منا متبصرين أبدا وإطلاقا. إذن إذا ما امتلكنا المعرفة من مصادرها الأولى، وامتلاك المعرفة من المصادر الأولى أيضا يوجب أمامنا التضلع، يعني ربما امتلاك ناصية لغات عدة، فهناك الحاجة لتعددية اللغة. ما دام الأمر هو أن هناك تعددية المصادر، فهناك أيضا تعددية اللغات. فالإنسان الذي يدعي أنه متخصص في الإسلاميات، في الدراسات الإسلامية، ففي رأيي أنه يجب عليه أن يعرف اللغة العربية والفارسية وربما التركية واللغة الأردوية، هي هامة جدا، هي ضرورية. وفي السياق الحالي يجب عليه أن يعرف اللغة الإنجليزية، وفي سياق الاستشراق وأعمال المستشرقين في هذا المجال ربما يجب عليه أن يعرف اللغة الفرنسية والألمانية. ومثل هذه الشخصيات عنقاء قليلة، ولكنها ليست نادرة، ليست عنقاء، هي نادرة. فنحن نعرف العديد من الأساتذة الذين كانوا يعني يعرفون العديد من اللغات، كانوا يجمعون بين يعني كانوا يجمعون بين تعددية اللغة والتعددية المعرفة وما إلى ذلك. فامتلاك المعرفة تودي إلى ظاهرة ثانية، هي ظاهرة الاستقلالية وحرية التصرف. العالم مستقل متحرر، علمك يعطيك الحرية. إذا ما كان علمك لا يعطيك الحرية، لا يعطيك الاستقلال، معنى ذلك أنت لست عالما. ربما أنت متعلم، تملك أبسط الأشياء، المعلومات المتكاثرة المتناثرة وإن كانت متكاثرة. العلم الحقيقي، المعرفة الحقيقية تعطيك الاستقلال. إذن امتلاك المعرفة مصحوب بالاستقلالية وحرية التصرف. أنت مستقل ولكنك غير حر، غير مستقل في التصرف. هذا المعدل لا يقبل، مرفوض هذا المعدل. فهناك ترابط بين الاستقلالية وحرية التصرف. فالمتبصر هو الذي يملك يعني المعرفة، ثم إنه يملك الاستقلالية ويملك حرية التصرف. إن هذا الإنسان الذي يملك المعرفة والاستقلالية وحرية التصرف هو يجد نفسه في مجتمع المعرفة، knowledge society. ومجتمع المعرفة هذا محكوم بهيكليته التحتية والفوقية. فهناك هيكلية تحتية وهيكلية فوقية في مجتمع المعرفة. الهيكلية التحتية هي المجتمع ومادياتها، الجامعات والبنايات وما إلى ذلك، المراسيم، القوانين الحكومية، القوانين الإدارية، الحدود الإدارية،
التقنين الإداري وما إلى ذلك الذي يجب أن يعني نتقيد بها. فمجتمع المعرفة في الحقيقة وهيكلية التحتية والفوقية هي التي تستبد بالإنسان الذي يمتلك المعرفة والذي هو في الحقيقة يعني يملك قوة الاستقلال وقوة التصرف، يعني حرية الاستقلال وحرية التصرف والاستقلالية. عندما يملك هو هذه الحرية ويجد نفسه في هيكلية مجتمع المعرفة التحتية والفوقية، هناك يجد نفسه أمام ظاهرة خاصة هي ظاهرة ضرورية ويجب أن يلمسه، هي المعايشة الميدانية وتحدياتها الواقعية. فهناك معايشة ميدانية للعلم وتحدياتها الواقعية، ومن بين تلك التحديات تحدد القيم وأسبقيتها دينية وحرفية وما إلى ذلك. نمكن الإنسان في ساحة العلم، في ساحة الفكر. ماذا نعني بذلك؟ نعني بذلك أنه مستقل وأنه يمارس حريته. كيف يمارس حريته إذا ما كان محكوماً في سياقات خاصة؟ يجب أن يتحرر من السياقات الخاصة، وهناك يجد نفسه أمام أزمة أو ربما عاصفة. لأننا عندما نقول تحديد القيم وأسبقية القيم، فهناك قيم دينية وقيم حرفية، وهناك ربما يكون هناك مصارعة، يكون هناك نوع من التصارع، نوع من المصارعة والإعداء بين القيم الدينية والقيم الحرفية. فالقيم الدينية مثلا تقول يجب أن تتقيد بهذه الأشياء التي يحكم بها الدين، أنت مطالب بالالتزام بها. وحرفيته تقول لا، يجب أن تمارس الاستقلال وتمارس أي حقيقة في يعني لك حرية التصرف وما إلى ذلك. فالإنسان يجد نفسه أمام هذه الأزمة، لابد أن يجتاز هذه العتبة، أن يقوم بحلحلة هذه الأزمة. وإذا لم يستطع أن يقوم بحلحلة هذه الأزمة فلا نامل في تمكينه فكريا. إذن المعايشة الميدانية هي العامل الأساسي في الساحة الفكرية وتمكينه. في زمننا الحالي عندما نقول التمكين الفكري، هذا يتطلب منا أشياء، منها مهارات عدة. المهارات العدة هي ربما من يعني هي مهارات إضافية، مهارات تعرفنا عليها في الزمن الحالي أو أنها من معطيات الزمن الحالي، هي المهارات التفاعلية والفنية. المهارات أنواع، يعني لا نتحدث هناك عن المهارات اللغوية. طبعاً الطالب الذي حصل على ماجستير وما إلى ذلك مثلاً أو الباحث مفروض أنه يملك كل هذه الأشياء، ولكن فيما يتمكن في ساحة الفكر ويحتاج إلى إنماء المهارات التفاعلية والفنية. وفي زمننا الحالي التفاعل بين الإنسان والماكينة، كيف يتفاعل بين الإنسان والماكينة؟ مثل ما نتفاعل الآن في زمن كورونا، يعني في من خلال عقد نظرة افتراضية. إذن هناك تفاعل بين الإنسان والماكينة. قديما كان هناك تفاعل بين الإنسان والإنسان، والآن هناك تفاعل بين الإنسان والإنسان والإنسان والماكينة. ومن نماذجها يعني هذه العملية التي نقوم بها حاليا، يعني الآن التفاعل بين الإنسان والماكينة. ومنها مثلا يعني وبين يعني التفاعل مع الماكينة مثلا، يعني ترجمة الماكينة مثلا أو ترجمة من خلال الحاسوب وما إلى ذلك. وهناك العديد من المشاكل والتحديات التي أشير إلى بعض منها في المستقبل إن شاء الله. يجب أن يكون هناك بديل للهرم التقليدي. هناك هرم تقليدي. الهرم التقليدي ماذا يقول الهرم التقليدي؟ الهرم التقليدي يقول
انظر هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول وهذا هو الفعل وهذه الجملة الاسمية والفعلية وكما. ولكن في زمننا هذا عندما نمكن طالبا أو نمكن أنفسنا لابد أن نجتاز عتبة الهرم التقليدي لابد أن يعني نلجأ إلى التداولية وأبي البراج. ربما لم تكن هناك تداولية، كانت هناك سلال، كانت هناك أنماط للفكر، أنماط لاستخدام الجمل. يعني هذه الجملة الصحيحة لغويا وصرفيا ونحويا، وعلاوة على ذلك يعني باستثناء ذلك لا يجوز شيء، هذا خطأ مثلا. أما الآن فهناك تداولية وبراجماتية في العديد من الأشياء، يعني بعيدا مثلا يعني النحو التوليدي مثلا، هناك العديد من الأمثلة التي تندرج ضمن النحو التوليدي. يعني قارن بين اللغة العربية، نماذج اللغة العربية التي نجدها في كتب القدامى والنماذج العربية التي نجدها الآن، نجد هناك الكثير من الفروق. فلابد أن يكون هناك بديل للهرم التقليدي في سياق التداولية والبراجماتية. هناك قواعد عدة يجب أن نتقيد بها، وهذه هناك القواعد العدة هي معرفة ماذا، معرفة كيف، معرفة لماذا، ماذا وكيف ولماذا. بالإنجليزية know what, know how and know why، مثل ما قال العالم يعني الغربي استوات. فمن خلال إذا ما أردنا التمكين فكريا يجب أن نعالج هذه الأسئلة، معرفة ماذا ومعرفة كيف ومعرفة لماذا. كما قلنا، كما أشرنا إلى ذلك سالفاً، أن في الزمن الحالي المعرفة تحولت إلى سلعة تجارية. يعني هناك تسليع المعرفة. في سياق هذا التسليع، هذه العملية، نجد هناك العديد من التحديات. مثلاً هناك الموجودات المعرفية السوقية أو ما نسميها market assets، يعني اللغة التي هي مستخدمة في السوق، في الإعلام، في التجارة، في الإدارة وما إلى ذلك. وهناك الموجودات المعرفية المركزة على البشر، human-centered assets. وهناك موجودات الملكية البشرية، intellectual property assets. وهناك موجودات البنى التحتية، infrastructure assets. عندما نريد أن نمكن الشباب، نمكن الطلبة والدارسين في الساحة الفكرية، يجب أن نأخذ في الاعتبار الموجودات المعرفية التي هي متاحة في السوق، علاوة على الموجودات المعرفية التي هي مركزة على البشر، لأن ما نجده في السوق ربما تكون غير معيارية، هي تكون مستحلكة للإنسان العادي، لا نأخذه كموديل أساسي، وإنما هو يعني دون ذلك. وبعد ذلك ننتقل إلى الابتكار والتجديد وقضايا الرفض والقبول. من هو المتبصر؟ المتبصر هو الذي يبتكر. من هو المتبصر؟ هو الذي يجدد. ولكن هل كل شيء مبتكر؟ هل كل شيء مجدد؟ لا، هناك آليات للرفض والقبول. فحتى عندما نقول يجب أن نجدد الأشياء، يجب أن نجدد النحو، يجب أن نجدد الصرف والنحو والبلاغة والجماليات والدلاليات وما إلى ذلك، في سياق النظريات المعرفية والنظريات الألسنية الحديثة من أمثال السيمودقية والسيمولوجية والنحو التوليدي وما إلى ذلك، قد نفاجأ أنفسنا بأشياء رهيبة هي ليست مجال للتجديد، أو على الأقل هناك تحديات. أتذكر أنني كنت في مطار الكويت، هناك وجدت لافتة مريعة جدا أضحكتني، ورأيت هذه اللافتة 3 مرات عندما يعني كنت في ترانزيت في ثلاث فرص. نعم، وجدت فيها مكتوبا يعني ترانسفر الترانزيت. تصوروا ترانسفر الترانزيت، كيف هذا التعبير؟ مثل هذا الانفتاح، مثل هذا التجدد أو التجديد غير مقبول، هذا مرفوض. ترانسفر الترانزيت مرفوض.
وبالأمس كنت أتصفح بعض الجرائد في يعني من الإمارات، وجدت فيها في سياق الكورونا مثلا تقول المتحدث الرسمي دكتورة فاطمة فلان مثلا أو دكتورة عائشة فلان، تقول المتحدث الرسمي دكتورة فاطمة فلان، والله تعجبت كثيرا. تقول تقول المتحدث الرسمي، كيف تقول المتحدث الرسمي؟ المشكلة أنه ترجم كلمة spokesman أو spokesperson المتحدث، ولكن تقول المتحدث، لا، هناك بعض المشاكل في اللغة العربية التي يعني تسترعي الانتباه، يعني ولا لابد أن نكون جادين في هذا السياق. فهناك قضايا الرفض والقبول، وهي وهناك أسئلة جادة في هذا المجال. ثم هناك قضايا الفقهنة ومضادها الرؤيوي. إذا ما أردنا أن نمكن الطلبة، نمكن المتعلمين، نمكن أنفسنا في ساحة الفكر، هناك بعض الأشياء الشائكة جدا، منها قوانين الفقهنة. دأبنا على فقهنة كل شيء، اسمحوا لي أن نقول، أن أستخدم هذا التعبير، نفقهن كل شيء، هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز. هناك بعض الأشياء في الحياة، اللغة كائن بيولوجي، كائن متحرك، كائن متحرر، الفكر كائن، الفكر له بصمة خاصة وجودية وتوظيفية وجمالية، هي ليست ظاهرة دينية. نفقهن كل شيء، فهذا أدنى يعني فقهنة اللغة، فقهنة التعبير، فقهنة الفكر، يعني أن نحول كل شيء في الإطار الفقهي فقهياً. هذا أدنى من التحديات التي يجابهها كل من يتصدى، كل من نريد أن نرفعه إلى 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 صف إلى درجة المتبصر. فهناك المضاد الرؤيوي لفقهنة الأشياء، كما يجب أن يكون أن تكون هناك غربلة الأفكار والتفريق بين جيدها ورديئها، ومواجهة العقبات وقبول المخاطرات، والتقييم العادل والموضوعي، واعتماد الحوار المباشر مع الذات والآخر، والتخلص من نقاط الضعف وما إلى ذلك. طبعا الكلام في هذه الأشياء أيضا يعني ربما يطول. إذا ما أردنا أن نكون متبصرين في المعرفة، نتمكن رؤيويا، التمكين الرؤيوي لنا يوجب على أنفسنا أن نكون بغربلة، أن نقوم بغربلة الأفكار والتفريق بين جيدها ورديئها، وأن نواجه العقبات ونقبل المخاطرات، وأن نقوم بالتقييم العادل والموضوعي للأشياء، ونعتمد على الحوار المباشر مع الذات ومع الآخر. الحوار المباشر مع الذات ومع الآخر، لماذا أقول مع الذات ومع الآخر؟ هذا من متطلبات الأمانة الفكرية. قد أقول في سياق الجدل للجدل أن هذا الفكر جيد وهذا الفكر هو أقوى، ولكن وأستطيع من سياق يعني في سياق الكلام وفي سياق الأدلة العقلية أن أبرهن على صحة ذلك، ولكن في الحقيقة لا أؤمن به شخصيا. يعني من الممكن أن نتخذ أي موديل، أي نموذج للتفكير العقلي مثلا، فمثلا يعني العالم متغير، كل متغير حادث فالعالم حادث مثلا وما إلى ذلك، المنطق الأرسطي، وأؤمن وأقوم بإثبات مسألة خاصة في ظل هذا المنطق من غير أن أؤمن به شخصيا. معنى ذلك أنني أؤمن عقليا بشيء ولا أؤمن به شخصيا، هذا ما أسميه النفاق الفكري، وهذا يتأتى هذا ناجم في خلفية غياب الحوار مع الذات. أنا لا أحاور الذات عندما أقوم بمثل هذه المقايسة. فهناك مقايسة عقلية، مقايسة فكرية، من غير أن تكون هناك مقايسة إيمانية أو مبدئية.
فلا بد وان يكون هناك حوار مباشر مع الذات ومع الاخر، ويجب التخلص من نقاط الضعف من غير ان نتحيز ضد احد او ضد انفسنا، لان التحيز ضد التمكين المعرفي. وفي الختام، هناك مصطلحان بالإنجليزية أستخدمهما. في البداية قلت أن هناك المعلومات وهناك المعرفة، أو المتعلم البسيط والمتعلم المتبصر. والمتعلم المتبصر هو الذي وصل إلى مرحلة التمكين الفكري إلى حد ما. أشرنا إلى هذين المصطلحين. في النهاية أستخدم مصطلحين آخرين بالإنجليزية. المصطلح الأول هو well-made head. Well-made head، الرأس الذي بني بجودة، العقل المسبوك بجودة، العقل المحكم، العقل المحكم. والثاني well-filled head. Well-filled head، العقل المحشوه بجودة، العقل المحشوه بكثرة. عندما نتحدث عن تمكين، التمكين، عملية التمكين وآلية التمكين في سياق المعرفة وفي سياق الفكر والرؤية، ما الذي يجب أن نرعاه؟ نرعاه في الحقيقة، لا نرعى well-filled head، على العقل المحشو بكثرة، وإنما العقل المحكم. ولإحكام العقل نحتاج إلى استراتيجية قمنا بشرح بعض خوارزمياتها أو آلياتها وهيكلية بنائها أثناء الدقائق الماضية. أشكر الجهات المنسقة، أشكر الدكتور صابر نواس، أشكر جميع المستمعين عبر الأثير في هذه الندوة الافتراضية على استماعهم لما أردت أن أشارك معهم من أفكار في هذا الموضوع الذي هو أهم جدا في سياق تمكين الشباب فكريا ولغويا. أشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذنا محمد سناولا على هذا التقديم المبدع. يعني نحن حقيقة كنا في ركود، وأنت أيقلتنا يعني إلى الفكر المتعالي. أنا حقيقة أود أن ألقبك يعني بلقب ابن خلدون الهند أو ندوي القرن، ندوي لهذا القرن، القرن الحادي والعشرين. حقيقة نحن عائلة اللغة العربية من كل الجامعات الهندية، نحن نحتاج إلى مزيد من الإثراء الفكري الإبداعي، حيث نستنبت ونستفيد مثل هذه الأمور الفلسفية والفكرية. قلما نجد هذه الفرص يعني في مجالنا الأكاديمي. نحن دائما نجري وراء بعض الشخصيات، يعني خدماته وحياته دراسته ومولده، هكذا يعني تجري البحوث والنقاشات يعني دائما في الأوساط الأكاديمية. لكن إذا نحن نريد مسايرة العصر وأن يعني نتقدم إلى الأمام برافعين رؤوسنا
أمام كل الأقسام أو أمام كل اللغات لا بد أن يتكلل كل واحد من هذه العائلة من هذه من يعني مدرس كل مدرس للغة العربية أن يطالع ويبحث ويستمع أكثر فأكثر إلى مثل هذه الأمور. ليست الفلسفة ولا الفكر حكرة للناس من غير العربية. إذا قدم أحد الدعوة إلى الأستاذ سناولا من غير الأقسام العربية، أنا متأكد ومتيقن جدا فيمكن له بكل سهولة أن يقدم إليهم محاضرات تدريبية مسلسلة يعني بدون صعوبة ولا مشقة. هذه بداية الدورة التدريبية لكلية مدينة العلوم، إن شاء الله سوف نواصلها بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. وكلنا اليوم مرتبطون ومسرورون جدا. نحن حصلنا كمية باهظة كبيرة من المعارف العقلية والفكرية، وأنا أدري تماماً كمنسق هذه الدورة كل المشاركين عندهم سلة كبيرة من الأسئلة والمداخلات أو الخلافات، يعني كلها مرحب بكم جميعاً. مرحب بهم جميعاً. أنا أفتح المجال للنقاش، وعندنا كبار الأساتذة أيضاً يعني مع المدرسين الشباب مثل الأستاذ حبيب الله خان من الجامعة الملية، والأستاذ مجيب الرحمن متحدث الغد، والأستاذ الدكتور كيم محمد يا رئيس قسم اللغة العربية لجامعة كاليكوت سابقاً، وأمثالهم من الأساتذة، وأيضاً عندنا ضيوف من المغرب من الجزائر ومن السعودية أيضاً. حقيقة نحن قد حصرنا هذه الدورة للمدرسين الهنود، لكن لا يمكن لنا التحديد الجغرافي يعني في العالم الافتراضي. الناس قد الحمد لله أقبلوا إلينا بكل إقبال وبكل تحمس وحرص. أنا أولاً أدعو زميلي وصديقي العزيز الدكتور كمر شعبان لأن يتشرف بمداخلته. أستاذ صابر لا نسمع كلامك الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أولا وبادية ذي بدء أتقدم إلى سعادة المحاضر ابن خلدون الهند كما لقبه الأستاذ صابر نواس بأسماء آيات الشكر والتقدير والتثمين على هذه العفو. أنا إنسان عادي، أنا إنسان عادي، شخص عادي، لست ابن خلدون الهند أو أي شيء. بارك الله فيكم. كلنا طلبة رفعه الله. على هذه الكلمة العلمية الزاخرة بالنظريات والمصطلحات والأفكار، لدي استفسار: ما هي المصادر والكتاب والمفكرين والمنظرين من القديم والحديث الذين توصي الطلاب بالاستقاء من مؤلفاتهم ونظرياتهم وأفكارهم في هذا المجال، يعني في التمكين الفكري خاصة، لأننا خاصة الطلاب طلاب اللغة العربية والأدب العربي في الهند نحن دائما نفقد مثل هذه المحاضرات والنظريات في مقرراتنا الدراسية من الأدب العربي وتاريخ الأدب العربي والقواعد والنصوص التي نقرأها في مقررات دراستنا. فلأننا إذا لم نكن يعني مطلعين على هذه المصطلحات والنظريات
طالما لا نستطيع أن نفهم الكثير من الأشياء التي لا بد لنا من الاطلاع عليها وفهمها. فما هي المصادر خاصة والمفكرين؟ بارك الله فيك. طبعا يعني هناك قائمة يعني طبعا أمامي عرضة لهذا المحاضرة، ولكنني ما استطعت أن أعرض هذا المحاضرة، بل أردت أن أتحدث مباشرة في هذا الموضوع. أصلا كما قلت لكم يعني عمق الفكر يتطلب عمق اللغة، وعمق اللغة لا يتأتى إلا من خلال مفاهيم، من خلال بنن، من خلال متانة اللغة وبلاغة التركيب، ومن خلال مصطلحات. يعني لكل شيء، لكل علم مصطلحات، لكل عصر مصطلحات، والمصطلحات لا تكون وليدة الظروف، وإنها وليدة الحاجة ووليدة الضرورات الكينونية للمعاني. وهناك العديد من المعاني التي ربما لن تكون يعني مهتمة للغاية أو اهتم بها مثل ما اهتم بها الآن. يعني هي كانت مغمورة، والآن هي تصدرت المنصة فأصبحت يعني متداولة، وهي وبالتالي أصبحت ضرورية. فاللغة العلمية لا تتحول إلى لغة علمية، أو لا تتسنم بهذه الميزة إلا إذا ما وجدت فيه مسحة علمية، والمسحة العلمية تتطلب المصطلحات. فيما قلت يعني في سياق هذا، يعني المصادر الأولى التي نجدها في هذا المجال، فيعني نجد في ثنايا الكتب التي ألفها المتقدمون وفي الشخصيات القديمة مثل هذه الأشياء، منها مثلا يعني العلامة الغزالي الذي قال يعني في قوله الشهير: العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك، وأنت إن عطيته كلك فأنت أن يعطيك هو بعضه في خطر. وفي يعني كتب مثل أيها الولد مثلا، يعني فكتب الغزالي وكتب البيداغوجية التي ألفها القدامى نجد مثل هذه المعلومات، ولكنها مبعثرة في ثنايا الكتب. في العصر الحالي نجد هناك الكثير من الكتب. أمامي قائمة من أمامي قائمة من الكتب التي أحلت إليها في هذه المحاضرة، اقتنيت عددا منها من بين عشرات منها المؤلف بلانشيكن وجون كارلوس وألين راندولف. Three Keys to Empowerment. هذا الكتاب نشر في سان فرانسيسكو في عام 1999. كتاب بلانكارد كان وجون كارلوس. The Three Keys to Empowerment. هذا هو الأول. والثاني للمؤلف كوندورسيت أن دي. وكتابه هذا خمس محاضرات في التعليم العام، خمس محاضرات في التعليم العام، ومترجم إلى العربية على أن الكتاب باللغة الفرنسية. سانك ميموار سيو بوبليك. وأيزنهارت أيضاً في كتابه استراتيجي أز استراتيجيك ديسيزن ميكينج. أيزنهارت استراتيجي أز استراتيجيك ديسيزن ميكينج. والرابع هاريسون دبليو دبليو ديدوريوس إيراسموس concerning the aim and method of education. إيراسموس طبعا هو المعلم الشهير، المفكر الشهير في أوروبا، وله منهج في التعليم والتدريس إيراسموس. وطبعا هناك العديد من المناح الدراسية العليا باسم إيراسموس، يعني وهناك جامعة شهيرة أيضا يعني في إيراسموس في هولندا، يعني وقد زرت هذه الجامعة. فكتاب هاريسون ديزايديريوس إيراسموس الذي نشر من
من مطبعة جامعة كامبريدج، أيضا من أهم الكتب التي نجدها في هذا المجال، وكتاب آخر ألفه استواء TA استواء TA intellectual capital، وكتاب آخر ثون دي كي educational psychology، وكتاب آخر فوسيان دو the cognitive situative divide and the problem of conceptual change. والكتاب الثاني في هذا المجال هو فوغوتسكي، كتاب لفوغوتسكي LS فوغوتسكي Thought and Language. يعني هذا الكتاب في الحقيقة يعني يسلط الضوء، يقوم بتحليل يعني العلاقة بين اللغة وبين الفكر مثلا، ونجد يعني غير ذلك العديد من الكتب التي تعالج إدارة الإنسان، إدارة المعرفة وإقتصاد المعرفة في العصر الحالي، وهي كثيرة باللغة العربية. هذا غيض من فاض في هذا الموضوع، بارك الله فيك. شكرا إلى سعادتك جزيلا لتقديم هذه التحف الغالية والهدايا الثمينة من الكتب والمراجع العلمية في البيداغوجيا وعلم النفس والتربية والتعليم، وشكرا للمتداخل الدكتور تامر شعبان من قسم اللغة العربية والفارسية من جامعة بنارس الهندوسية، وأنا أدعو الأستاذ مصطفى العادل لأن يتشرف بمداخلته. أستاذ مصطفى العادل عليك أن تفتح الميكروفون والفيديو. أنت تسمعني مصطفى العادل؟ أعتقد أنه يعني من خارج البلاد جاء ضيفا مشرفا إلى هذه الدورة، عليك أن mute your microphone. Okay, أنا أرجع إلى الأخ الفاضل الدكتور سعيد الرحمن من جامعة عليا كولكتا. سعيد الرحمن من فضلك تحدث. سعيد الرحمن الأخت الفاضلة سيدة مشكورة بيبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جزاكم الله. أنا سيدة مشكورة بيبي من جامعة مولانا آزاد الوطنية الأردنية، باحثة في الدكتوراه، باحثة الدكتورة بقسم اللغة العربية وأدابها. أستاذنا المكرم، أولا نشكركم، لا أقول أشكركم، بل شكري هذا موجه إلى حضرتكم من جميع الباحثين والطلاب الذين يسمعونكم من شتى أنحاء الهند ومن خارجها. وأشعر ب إنه لمن شرفي وسعادتي الحضور في هذا الحفل العلمي، والله لقد استفدنا كثيرا من هذه المحاضرة. وأريد أن أسألكم، هل هناك محاضرات مسجلة في اليوتيوب؟ هل لكم محاضرات مسجلة في اليوتيوب نستطيع أن نستفيد، وكتب خاصة لكم في هذا المجال؟ ونشكر. عندما تتصفحين الانترنت تجدين فيها العديد من المحاضرات في موضوعات شتى، منها الحوار بين الأديان، لأني يعني والحوار بين الأديان والثقافات وغير ذلك من الموضوعات. هناك بعض المحاضرات موجودة علاوة على بعض الأبحاث التي هي منشورة، وبعض اللقاءات أيضا يعني هي منشورة في الإنترنت، وأيضا في صحيفة الدستور الأردنية وما إلى ذلك. إذا يعني بإمكانك أن تتصفحي في الإنترنت باسم محمد سنة الله النبي، فتجدين العديد من الأشياء.
أما بالنسبة لهذا الموضوع بالضبط مثلاً يعني في هذا الموضوع يعني التمكين الفكري للشباب مثلاً يعني فيعني ليست في هناك محاضرات وما كتبت في هذا المجال يعني عالجت هذه المشكلة من خلال العديد من الأبحاث التي كتبتها وبعض منها موجودة في الإنترنت أما المؤلفات التي ألفتها فتجدينها في الإنترنت أيضاً نعم شكرا بارك الله فيك اهلا وسهلا وانا ادعو الاستاذ مصطفى العادل انه رجع بالميكروفون مصطفى العادل عليك ان تتحدث استاذ مصطفى الميكروفون مفتوح عليك ان سعيد الرحمن سعيد الرحمن اوكي سعيد الرحمن عليك ان تتحدث सर डॉक्टर सुमामा फैसल सर सवाल करना चाह रहे थे डॉक्टर सुमामा फैसल يريد اي يطرح سؤال انا ارجو من الجميع ان ترفعوا الاي دي اذا انا اراكم بكل وضوح انا لا اعلم ولا ادري الغيب المكنون عفوا دكتور سماما عليك تشريفنا بمداخلتك السلام عليكم ورحمة الله تفضل وعليكم السلام ورحمة الله أولا أشكر الأستاذ الدكتور سلام عليك أن ترفع صوتك قليلا يعني لا نكاد نسمع بك نعم أبشر يا سيدي أبشر أولا أشكر الدكتور سنأقول له ندي على أنكم ألقيتم هذه المحاضرة القيمة وقد نشرتم بعد الدرر من ركيزة معرفتكم الغزيرة وقد سبق لي أن استمعت إلى محاضراتكم القيمة واكتسبنا اليوم في الحقيقة معلومات قيمة حول التمكين الفكري وبارك الله فيكم لدي استفسار وتعليق في هذه المناسبة أما الاستفسار فهو ما هو الفرق بين العقل والفكر وهل يصح أن نستعمل مصطلح التمكين المعرفي للأطفال دون العشرة كما أشرتم إلى ذلك في محاضرتكم القيمة والتعليق أهلا بالدكتور دكتور سمامة صوتك متقطع يعني لا يصل النبي بوضوح صوتك سؤاله كان يعني الفرق بين الفكر والحس الحس والفكر الحس والعقل الفرق بين العقل والفكر أوكي الفرق الأساسي بين الفكر والعقل. أوكي. وأما التعليق فهو أنكم تحدثتم عن التفاعل بين الإنسان والماكينة. وأعتقد أن التفاعل ما زال بين الإنسان والإنسان والماكينة هي مجرد وسيلة وآلة قد دخلت بين الإنسان والإنسان الآخر. فجزاكم الله خيرا. تفضل سعادة الأستاذ. نعم هناك فرق بين الفرق واضح بين الفكر يعني والحس يعني او العقل والحس النظريه الوضعيه او النظريه الاوروبيه التي تسمى دي بوزيتيفست ثيري بوزيتيفيزم في اوروبا يتؤمن بتاسيس العقلي أو المعرفتي على الحس إذن الحس والحسيات أو الإدراك الحسي هو المرجع الوحيد للعقل والتعقل والمعرفة ولكن هذه النظرية تعادي أو تخالف نظرية التكامل المعرفي أو تكاملية المعرفة لأن
النظرية الوضعية تلغي الآخر غير المرئي، يعني تلغي ما هو غير الفيزيقا، هي تلغي الميتافيزيقا أو تلغي الدين، هي تلغي الوحي. من هنا نجد أن كل المناهج الأوروبية هي تتمنهج المنهج تتمنهج الرؤية الوضعية، فهي مادية من زمن أرسطوطاليس إلى يومنا، فهي تعتمد على الحس والمحسوسات والإدراك الحسي. التكامل المعرفي يدحض هذه النظرية بالأحادية في سياق مرجعية المعرفة، وتقول بضرورة الثنائية أو تعددية المصادر أو المرجعيات للعلم. فهناك العلم الذي نحصل عليه استناداً إلى الحس والمحسوس، وهناك علم يتعدى ذلك هو الوحي، هو الوحي، وفي الفلسفة هو الإشراق، الإشراق الروحي. إذن الإشراق الروحي أو الوحي أو النزول في هذا المجال هو المصدر الثاني الذي يعتمده المنهج المتكامل، والإسلام هو الذي يتوقع المنهج المتكامل. والجدير بالذكر أن في عصرنا الحالي العالم في الحقيقة يكاد يهجر النظرية الأحادية، ويعني يحاول أن يجد بديلاً لهذه النظرية، والبديل هو طبعاً التكامل المعرفي. هذا فيما يتعلق ب يعني الفرق أو العلاقة بين العلم والتعقل والحس والمحسوس. للأسف طبعاً غالبية الجامعات والكليات في الحقيقة تتمنهج المنهج الأوروبي، وحتى عندما نقول تسليع المعرفة وتسويق المعرفة فيعني الكفة راجحة، الكفة راجحة للنظرية الأوروبية، نظرية الوضعية. فحينما سلعنا المعرفة فإننا يعني حولناها إلى شيء مادي، الشيء المادي الذي يباع ويشترى. هذا بالنسبة للسؤال الأول، ما الذي كان السؤال الثاني؟ صوت حقيقة يعني متقطع، أنا أرجو من الأستاذ الفراويزي عبد الرزاق عنده سؤال هام يعني بهذا الصدد. تفضل الفراويزي عبد الرزاق، تحدث. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك أن تطرح سؤال. كان سؤاله حقيقة يعني الفرق بين الفلسفة الغربية أو الفلسفة الإسلامية، كيف نميزها أو كيف يعني نحن ندرسها يعني واحدا بواحد، أو يعني كيف ندمجها أو نميزها أو نفرقها، ما هي المنهج؟ يعني الكلام في الفلسفة الأوروبية، الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية تتبعنا، يعني كلام يطول ويذهب بنا بعيدا إلى بعض الأدوار في التاريخ الإنساني. فقديما يعني في سياق الإسلام، لأن ما نسميه بالفلسفة الإسلامية أو فلسفة المسلمين هي مرتبطة بالإسلام والمسلمين، الإسلام المؤسساتي الذي ظهر في القرن السادس، طبعا في القرن السادس الميلادي. ولكن الفلسفة قبل ذلك كانت موجودة لدى اليونانيين أو الفلسفة الهيلينية، وقبل ذلك كانت الفلسفة موجودة لدى الهندوس. فكانت هناك الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية أو الهيلينية، على أنه كانت هناك ترابطات بين الفلسفة الهندية والفلسفة الهيلينية في سياق
في سياق المدرسة الإشراقية، لأن المدرسة الإشراقية التي يرأسها شهاب الدين السهروردي وآخرون هي في الحقيقة نوع من المزاوجة بين الأفلاطونية الحديثة والفلسفة الإسلامية. والأفلاطونية الحديثة في الحقيقة امتداد للفلسفة الهيلينية الهيلينستية، وهذا كان يعني قد وجد في التاريخ قبل مقدم الإسلام. عندما وجد الإسلام، عندما جاء الإسلام، إنه لم يجد الفلسفة هذه في مصاف الأمم التي ناداها التي دعاها لأول وهلة إلى 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 دعوته. يعني الإسلام، أول المخاطبين للإسلام كانوا هم العرب، والعرب لم تكن لهم مدرسة فلسفية مؤسسة، على أنه كان يعني لا، لماذا أقول المدرسة الفلسفية المؤسسة؟ لأنه كانت هناك بعض المبعثرات من الأفكار الفلسفية راجعة إلى الحضارة البابلية والأشورية، ولكن لا نجد هناك فلسفات أو أنظمة فلسفية ممنهجة ومؤسسة، على خلاف ما نجد لدى الهندوس في شكل الفلسفات القديمة، وأيضا لدى الإغريق. ولكن في العصر العباسي، عندما كان هناك احتكاك أو موجات احتكاك وتفاعل وتجاوب بين الثقافات الإنسانية في الشرق والغرب، وكانت هناك حملات الترجمة من اليونانية والهندية السنسكريتية، بالهندية أقصد هناك السنسكريتية مثلا، إلى العربية ومن لغات أخرى في بيت الحكمة التي أسست في بغداد، وكانت فيه خزانة الحكمة، وتمت فيها عملية ترجمة العديد من الكتب، كمية كبيرة من الكتب الفلسفية العربية. بعد هذه المرحلة ظهرت في الإسلام أول فرقة، أول طائفة للفلاسفة، والمعتزلة هم الأول، يعني المعتزلة أول الفلاسفة في تاريخ الإسلام. فتعرف المسلمون على ظاهرة الفلسفة بالتفكير الفلسفي. قبل ذلك كانت هناك الحكم والأمثال وما إلى ذلك. الحكمة كانت موجودة، ولكن الفلسفة بمعنى الكلام لم تكن موجودة. عندما دخلت هذه الفلسفة في سياق الإسلام، في دار الإسلام في الحقيقة، كانت هناك تجاوبات في مستويات عدة. أولاً كانت هناك ترجمات، ثم كانت هناك محاولات للمزاوجة بين الأفكار الفلسفية التي نجدوها في الأنظمة الفلسفية الهندية واليونانية وما إلى ذلك. ولأجل أن الأنظمة الفلسفية الهندية واليونانية في الحقيقة كانت بعيداً عن روح الإسلام، روح الإسلام في الحقيقة هي لم تكن توحيدية، إنما كانت مبنية على الوثنية والشرك، يعني في سياق العقيدة. والإسلام كعقيدة وكنظام فكري لم يكن مستعداً، ولا يمكنه أن يكون مستعداً للترحيب بمثل هذه الموجات الفلسفية التي تعادي نظرية التوحيد الإلهي. فكانت هناك حملات لإثارة الشكوك، أثيرة الشكوك حول الإيمان، وللوقوف ضد هذا التحدي الجديد، يعني تحدي التشكيك في عقائد الإسلام. ظهر هناك المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة والماتريديون والآخرون. في سياق ذلك نجد هناك شخصيات في سميت بفلاسفة المسلمين أو حكماء المسلمين. المشكلة أنهم في هذه المرحلة كانوا تلامذة للغرب، إنهم كانوا تلامذة لأوروبا، للفلسفة الأوروبية، للفلسفة الهيلينية، يعني الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية، إنهم كانوا تلامذة. فعندما نطلع على الكتب التي ألفها الفارابي وابن سينا وابن رشد، فنجدهم يعني ينقلون آراء الفلاسفة الأوروبيين، في يعني أقصد بالأوروبيين هناك الفلاسفة اليونانيين، نعم الإغريق، وهم ينقلون آراءهم، وربما يحاولون أن يوجدوا بينها وبين الإسلام وبين الفكر الإسلامي نوعا من التجاوب.
ولأجل أنهم كانوا مسلمين فلم يكن يسعهم أن يتجاوبوا مع الآراء والمعتقدات الفلسفية اليونانية التي ربما كانت يعني تودي إلى الإلحاد وإلى الزندقة. ومن هنا قيل من تفلسف تزندق طبعا. ففي المرحلة الأولى كانت هناك موجدة أسلمة الفلسفة الهيلينية، يعني قاموا بأسلمتها، يعني قاموا بتحويلها إلى أو مزاوجتها، منغمة بها بروح الإسلام. من هنا نجد بعض المتكلمين الماتريديين والأشعرة يلجؤون إلى القياس، يلجؤون إلى القياس الأرسطاليسي فيما يتعلق بدحض الشكوك والشبهات حول المعتقدات الإسلامية. فهذا ما كان في المرحلة الأولى. ولأجل ذلك إيمية يقول إن شرك الفلاسفة أشنع من شرك الجاهليين، يعني كانت هناك العديد من المعتقدات في الفلسفة اليونانية التي تمثل الشرك، من أمثلتها يعني العقول التسعة، نظرية العقول التسعة والنظرية الأفلاك. فالأفلاك في نظريتهم هي العقول، وعندما تقول الأفلاك هي العقول معنى ذلك هي حية، هي التي تدبر، هي التي تتصرف، هي التي تلقي ظلالها وأثرها على المقاديد الأشياء في على الإنسان وبكل ما هو موجود في الأرض. وهي في الحقيقة نظرية هندية، ففي النظرية الهندية هناك شكر وهناك شني وهناك يعني كل هذه الأقمار وكل هذه الكواكب التي تدير، التي تتصرف ب يعني التي تتصرف بحياة الإنسان، أو أنها يعني تترك أثرها. فيعني لأجل ذلك نجد بعض الشخصيات تشدد النكير على ما سموها بالفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة الإسلامية آنذاك لم تكن إلا نوع من المزاوجة بين تعليم الإسلام وبين الفلسفة الأفلاطونية والإشراقية، يعني الفلسفة الهيلينية اليونانية. هذا ما كان. إذن في الحقيقة يعني إن مسألة أو مشكلة فلسفة الإسلام أو الفلسفة الإسلامية ما زالت، وأكرر هذا التعبير، ما زالت شبه صفر. وليست هناك محاولات جادة لاستخراج علم الوجود الأنطولوجية والإبستمولوجية واستخراج المفاهيم من صميم القرآن والمصادر الإسلامية بمنهج فلسفي، على أنه كانت هناك محاولات قام بها قديما وحديثا، محاولات في الهند قام بها يعني العديد من الأشخاص من أمثال الدكتور إقبال في Reconstruction of Religious Thought in Islam في كتابه القيم هذا، وأيضا إمام شريف هذا المؤلف الشهير الذي ألف History of Philosophy تاريخ الفلسفة. وفي العصر الحالي خارج الهند نجد هناك شخصيات أيضا يعني تمارس بعض جهودها في هذا المجال في سياق التأصيل للفكر الإسلامي، وأقصد بذلك الفلسفة الإسلامية، من أمثال سيد حسين نصر. وأيضا كانت هناك العديد من الشخصيات في الوطن العربي، في الوطن العربي مثل الجزائر ومثل المغرب. ولكن الأمر ليس هينا، ليس بسيطا، وهناك مبادرات. ولكن يعني يجب أن نرى في سياق التاريخ الإسلامي إلى الفلسفة الإسلامية بهذا المنظور. المهم إذا ما ألغينا مفاهيم الفلسفة الإسلامية التي ورثناها بأي شكل كان في التاريخ الإسلامي ومن التاريخ الإسلامي، لا يمكننا أن نفهم أسلافنا، كما لا يمكن أن نفهم يعني أوجه الاحتكاك التي كانت بين الشرق والغرب في القرون الوسطى. كانت هناك مدارس فلسفية للمسلمين في صميم أوروبا، كانت هناك مدرسة فلسفية تسمى الرشدية اللاتينية،
هي مدرسة ابن رشد اللاتينية هي وكانت مقرها الرئيس باريس، وكانت هناك مدرسة فلسفية لشيخ الرئيس ابن سينا، هي تسمى السينائية اللاتينية Latin Avicennism. نعم، وكانت مقرها طبعا يعني بولونا، مدينة بولونا طبعا يعني، ومدينة بولونا كانت مركزا كبيرا للمعارف الإسلامية في القرون الوسطى. المهم لهاتين المدرستين الشخصيات مرتبطة من صميم أوروبا، هي تلمدت كل هذه الشخصيات تلمدت على فلاسفة المسلمين. فإذا ما كانت إذا ما كان فلاسفة المسلمين هؤلاء فلاسفة الإسلام، إذا ما صحت تسميتهم بفلاسفة الإسلام، فهناك هذا الجانب الذي لا يمكن أن نفهمه إذا ما ألغينا الجانب المهم هذا من البوادر التاريخية للدراسة. فهي ركائز للدراسة الجادة التي إذا ما أمهلناه لا يمكن أن نفهم حتى جزءا هاما من تاريخ الفلسفة الأوروبية، لأن الفلسفة الأوروبية كانت قد فقدت، وأوروبا في الحقيقة يعني قامت باستردادها باسترجاعها من المصادر العربية. نحن نعرف أن كتب أفلاطون وأرسطاليس وهؤلاء ويعني والفلاسفة اليونانيين والإشتراقيين كانت قد ترجمت في بيت الحكمة، يعني عندما بأمر من مامون من الخليفة مامون طبعا، وهذا معروف، وهذه الترجمة، ومن خلال هذه الترجمة بقي أمامنا التراث الأوروبي يعني محفوظا من الاندثار. ثم إن التاريخ تقلب ونجد في إسبانيا في الأندلس الإسلامية دورا للترجمة، كانت هناك محاولات للترجمة أعمال المسلمين، ومنها الترجمات التي قام بها المسلمون لأعمال علماء أوروبا، لأعمال فلاسفة أوروبا، الفلاسفة اليونانيين أرسطاطاليس وأفلاطون وغيرهم. فهؤلاء قاموا بترجمتها إلى اللغة اليونانية واللاتينية وما إلى ذلك. تصور أن النصوص الأولى كانت أصلاً باليونانية، ثم إنها ترجمت إلى السريانية، ومن السريانية أو من اليونانية ترجمت إلى العربية، وفي الأندلس هي ترجمت ثانياً إلى اليونانية وإلى اللاتينية، وتكونت هناك مدارس فلسفية عربية إسلامية أوروبية. من خلال ذلك استعادت أوروبا نصوصها المفقودة، نصوصها القديمة. فما نسميه بفلسفة الإسلام أو فلسفة المسلمين أو التراث الفكري، التراث الفلسفي لحكماء الإسلام طبعا، يعني هو في الحقيقة بمثابة همزة الوصل بين القديم اليوناني بالجديد. يعني القديم اليوناني كان قد فقد تراثه وقد حصل عليه على أصله من خلال الترجمة. قمت بمعالجة هذا الموضوع في كتاب ألفته باللغة الإنجليزية The Arab Legacy of Latin Europe، هذا كتاب مستقل The Arab Legacy of Latin Europe، قمت فيه يعني تسليط الضوء في كل جوانب هذه الظاهرة، كل الكتب التي ترجمت من اليونانية إلى العربية، وبعد ذلك هي ترجمت من العربية إلى اليونانية واللاتينية، فهي الحلقة التي تجمع بين القديم والحديث، وبذلك تظهر أمامنا أهمية التراث الفلسفي للمسلمين أو التراث الفلسفي الإسلامي. فمهما قلنا ومهما قيل في مجال في صدق تعبير فلسفة الإسلام أو أنها صفر أو تكاد تكون صفرا وما إلى ذلك، مهما يقال في هذا المجال، على الرغم من ذلك من هذا وذاك، إذا ما ألغينا هذا الجانب لا يمكننا أن نفهم الفلسفة الأوروبية في مرحلة مهمة جدا.
الله يجزيك خير ويطول عمرك أستاذنا محمد صنع الله كل سؤال وكذلك كل جواب يفتح آفاقا جديدة من المعرفة والفلسفة وأنا أدعو الأخ الأستاذ مصطفى العادل لمداخلته ربما تكون هذه المداخلة أخيرة في اليوم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليك أن تعرف نفسك أولا أرجو أن يكون الصوت مسموعا عندكم دكتور نعم نعم نسمع 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 منك بكل حب وكرامة حفظكم الله وبارك الله فيكم الاسم مصطفى العادل من جامعة محمد الأول شرق المغرب جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المباركة وجزا الله الأستاذ الكريم على كل هذه الأفكار القيمة في الحقيقة أنا لدي تفاعل مع الأستاذ الكريم في مسألة تتعلق بالمعرفة والإسلام والقرآن عندنا في المغرب في مجال اللغويات أي في مجال اللسانية علم اللغة اتجاه هو اتجاه في الحقيقة إبستيمولوجي في مسألة علاقة القرآن بالمعرفة وبالنظريات الحديثة خاصة في مجال اللسانيات وفي مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة هذا التصور ينطلق من يعني حقيقة هي موجودة في التراث الإسلامي تقول بأن القرآن هو أصل المعرفة وهو أصل الحق وهو الهادي إلى الصواب وبالتالي فكل ما هو حق هو كلي وكل ما هو كلي يحوي بالضرورة كل آفاق المعرفة وممكناتها وبالتالي الحق لا يتعدد فإما أن يكون هو الكتاب أي القرآن حسب هذا التصور الذي هو صورته العربية أو أن يكون هي النظرية النظرية مثلا في اللسانيات أو في العلوم هي نظريات حسب هذا التصور يصنعها النظار اللغويون أو العلماء فيعني تصبح بعد ذلك يعني آلهة أو يسميها هو يعني أوتان أو تماثيل يعبدها هؤلاء وبالتالي تصبح في مكان الله سبحانه وتعالى الذي هو أحق بالعبادة بالتالي يعني فهذا الإشكال علاقة القرآن بهذه المعارف والتي يعتبر هذه التصور هذه النظريات الحديثة يعتبرها أصنام يقول بأن القرآن وهو مصدر المعرفة وهو الحق وهذه الأصنام لا يجتمعان فالذي ينحاز إلى القرآن يرى في الضفة الأخرى الأصنام والذي ينحاز إلى الأصنام لا يرى في ضفة القرآن ولا يرى ما يحيط به من أصنام يتمسح بها أو يتمسح بقواليها يعني يصبح عنده إشكال خاصة في عندنا في الثقافة العربية الإسلامية الآن حينما نتحدث مثلا عن المشترك الإنساني وعن علاقتنا بالثقافات الأخرى هذا فيه هو تصور الأستاذ الكريم صاحب المحاضرة لهذه الجدلية جدلية شكرا الأخ الفاضل مصطفى العادل على مداخلتك الكريم وأنا أرجو من المتحدث الجهاز يتحرك من عندك سوف يسبب مشاكل في التسجيل أنا أرجو من سعادة الأستاذ أن تضع الجهاز ثابتا يعني بغير تحرك بدون تحرك يمكن إذا استطعت هكذا يكون زين okay. فضلوا أستاذ نعم بارك الله فيك يعني أهلا بك أستاذنا المغربي يعني المغرب من بين الدول التي زرتها كثيرا زرتها 4 مرات يعني وتجولت في كافة أجزاء المغرب الحمد لله وأحب في المغرب ثقافته وفكره ومدخره الأدبي ويعني وشعوره بالجمال وشعوره بالعقل والإسلامي إضافة إلى جانب المثقفة التي نجد من تجلياتها كثيراً في ربما لأجل اقترابها من أوروبا من إسبانيا فمجرد قفزة وأنت من طنجة إلى أرض إسبانيا مثل ما فعل طارق بن زياد عند فتح الأندلس طبعاً كلامك صحيح أن القرآن في الحقيقة مصدر الحق والحقيقة القرآن مصدر للحق والحقيقة أما القواسم المشتركة التي نجدها في مختلف الشعوب وفي مختلف الأمم وفي مختلف اللغات
يعني ما هي إلا يمكن يعني تأصيلها في سياق الإسلام، فنأخذ ما صفى وندر ما كدر، خذ ما صفى ودع ما كدر، مثل ما قيل، مثل ما ورد إلينا، خذ ما صفى ودع ما كدر. والمشكلة كما قلت يعني وكما أشرت إلى ذلك أن القرآن مصدر كل شيء، هذا صحيح، ولكن عندما نرى إلى التراث الذي خلقه أجدادنا في الساحة الفلسفية، في علم الوجود مثلا، في الإبستمولوجية النظرية العلم مثلا، وغير ذلك من مجالات المعرفة الفلسفية، هل نجد فيها الأنوار المقتبسة من القرآن مباشرة بأسلوب منهجي؟ كنت أقول وأنا مستاء من تقاصرنا في هذا المجال أن الإجابة لا، إننا لا نلمس فيه أضواء مستقاة مباشرة بأسلوب منهجي من القرآن. فلأجل ذلك إن يعني كتب الكتاب الإشارات والتمهيد والإشارات مثلا والتنبيهات لابن سينا مثلا، أو المباحث المشرقية للرازي مثلا، ومقاصد الفلاسفة وتهافة الفلاسفة للغزالي، وما إلى ذلك من الكتب التي ألفها المسلمون، فلاسفة المسلمين وحكماء المسلمين، لا نجد فيها صدى مباشرة لأضواء القرآن بأسلوب منهجي فلسفي. هذا هو جانب النقص أو جانب الغياب، وهنا يتوجب على الكوادر الفكرية الإسلامية ورجالات الفكر من هم متمكنون من يعني من أفكار من فكرهم، من هم متضلعون، من هم سبروا أغوار المعرفة الإسلامية والعلوم الإسلامية واطلعوا على كنوز ودفائن التراث الإسلامي، إذا ما يعني نجدهم قاصرين في هذا المجال. يا ريت لو أنهم ألفوا كتبا مستقلة بأسلوب منهجي علمي فلسفي، مثل الإبستمولوجية الإسلامية، نظرية العلم القرآني، نظرية الوجود القرآني، لأن ما نسميه ما وقد أشرنا إلى ذلك أن نظرية التكامل المعرفي هو موجود في القرآن الكريم، أول ما هو موجود في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو الذي يؤكد على ضرورة الإدراك الحسي، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، في آيات الله في الكون، إضافة التفكر في الذات، وإضافة يعني التوكيد على ضرورة الوحي. فهناك يعني النظرية هناك تكاملية، فالعالم استقى من هذا، ولكن عندما نبحث عن الكتب التي ربما يعني ترسي بإمكانها أن ترسي قواعد التفكير الفلسفي المنهجي في الإسلام، فلا نجد منها إلا الإمامة. هذا هو شكواي الذي أشكو به، وبذلك وهذا ما أهيب به الجمهور، الجماهير، المفكرين في الإسلام المتبصرين، أي يؤلفوا، أن يتناولوا هذه الموضوعات بأسلوب فلسفي جاد، بأسلوب يضاهي أسلوب الفلاسفة في أوروبا، لأننا إذا ما تحدثنا في مثل هذه القضايا الفلسفية بمنهج غير فلسفي فالعالم لن يقبله، الجمهور العلمي أو الدوائر العلمية الفلسفية لن تقبل إلا إذا ما كانت كان ما نكتبه في هذا المجال بأسلوب علمي وبلغة مقبولة بين الأوساط الفلسفية على الصعيد على المستوى العالمي. شكرا جزيلا أستاذ، هذه نهاية مطاف فعالية اليوم، ونحن كلنا مشكورون وممتنون إلى وليمتك الثقافية ومغضبة العلمية الفكرية. سوف تفتح هذه المحاضرة آفاقا
جديدة وساحات إن شاء الله مستجدة في الأوساط الأكاديمية في الهند والخارج. وأنا أضيف إلى قائمة الضيوف المشاركين اليوم أستاذي المحترم سعادة الدكتور البروفيسور سيد إقبال حسين الندوي عميد كلية دراسة العصبية لجامعة الإنجليزية واللغات الأجنبية بهيدرباد. هو الذي حقيقة علمني منهجية البحث يعني استنادا إلى كتاب أستاذ شوقي ضيف، إنه علمني مباشرا البحث العلمي. أنا شاكر على مدى حياتي، مدين لحياتي إلى خدماته العلمية، ويزيدني شرفاً وسعادةً إلى مشاركته الإيجابية معنا صامتاً ساكتاً كعادته، لأن يستفيد من المحاضر الشاب وأن يتجدد يعني ما عنده من الخزانة المعرفية. وأشكر كل المشاركين إلى اليوم، وإن شاء الله نحن نواصل هذا المسار الأكاديمي العلمي إلى الغد. أيضاً سوف يتحدث أمامنا الأستاذ مجيب الرحمن من مركز الدراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهرلال نهرو في موضوع تطوير مهارات الكتابة. الآن نحن درسنا درسا جديدا يهمنا ويهم حياتنا، هو لا نستطيع تمكين الطلبة إلا بعد تمكين أنفسنا. علينا أن نحصل إلى مكانة التمكن في العلم والمعرفة والتربية والفلسفة، فبعد ذلك علينا أن نفكر كيف نطور يعني مهارات الطلبة. هذا إن شاء الله أنا أرجو كل المشاركين من المدرسين والأساتذة، وهم سوف يجدون هذا الدرس يعني بكل جدية، وسوف نرى ونبصر ثمارها يعني آتاً في المستقبل القريب. بارك الله فيكم. أنا أدعو الأخ المنسق زميلي في قسم اللغة العربية أستاذ محمد بشير لأن يتوجه بكلمة الشكر. ربما تكون هناك مشكلة في الميكروفون. أنا أرجو من الأخ محمد بشير لأن يفتح الميكروفون. إيه تمام. إيه صلح الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، ضيفنا والأساتذة والدكاترة من جميع أنحاء الهند. في هذا الوقت الأخير لا أطيل كلامي، نحن المنسقون أسرة كلية مدينة العلوم العربية مسرورون جدا في أن حصلنا على ضيف موقر كالشيخ سناؤلا الندبي، موقر على مستوى العالم. تشرفنا جميعا في حضوره على هذه المنصة وفي إلقائه كلماته الثمينة اليوم خاصة، وكانت ألفاظه كما أظن نازلة مدرارا إلينا كالمطر الجميل، فقاد إلينا إلى فكر ومعان لذيذة عدة. وجلسنا جميعا نصغي إلى الدكتور يعني فحل الفحول في هذا المجال، فنشكره شكرا جزيلا وامتنانا من أعماق قلوبنا نيابة عن هذا المعهد العتيق كلية مدينة العلوم التي أسست قبل استقلال الهند. وكما أني أشكر جزيل الشكر لكل المشاركين اليوم منهم الأساتذة الأجلة والباحثون والدكاترة، نشكرهم قاطبة لمشاركتهم القيمة في هذه المأدبة العلمية والتدريبية. فإن شاء الله كما أشار إليه صديقي المنسق الدكتور الأستاذ صابر نواس، نحن سوف نلقى غدا في اليوم الثالث والأخير من هذه الورشة التدريبية، وشكرا للجميع. شكرا أخي وزميلي محمد بشير، وأشكر مرة أخرى لكل المشاركين. إلى اللقاء.
نلتقي بكم مرة بعد مرة إن شاء الله لمشاركة تجاربنا ومعارفنا ويعني وما عندنا من التجارب والخبرات العلمية الأكاديمية، حتى نحن جميعا نطور مستوى العلمي الأكاديمي المعرفي لقسم اللغة العربية لعموم الهند. بارك الله فيكم، فالشكر موصول إلى الجميع. شاكرين، شاكرين لكم لحسن التنسيق. مع السلامة. بارك الله فيكم.